التميز للاستشارات القانونية والعقارية. أمل جديد لحياة ومستقبل جديد. صورة انتشرت بمصر على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت موجة جدل كبيرة لقميص رجالي مكتوب عليه بالإنجليزي صنع بأيد سورية على الأراضي المصرية من باب الافتخار بالحياكة والصناعة السورية حتى لو بر بلدهم. كون العمالة السورية صارت ببعض البلدان أكثر من أولاد البلد، لكن حقهم وشغلهم مهدور وما حدا بيعرف فيهم. الصورة هي لقت ترحيب من بعض رواد السوشيال ميديا، بس آخرين اعتبروها من باب العنصرية وإنكار فضل مصر وشعبها على الشعب السوري. بس أيضاً ما حدا بينكر إنه السوريين قديش ساهموا بتنشيط الاقتصاد ببعض البلدان، خصوصاً بالمطاعم السورية يلي منتشرة بكل بقعة بالأرض تقريباً. التعليقات يلي إجت على هذا أو على هاي الصورة من آية اللي كتبت: احترامي للسوريين اللي بيحبوا مصر واختاروا يعيشوا فيها، يا رب ترجع سوريا وتبقى صناعة سوريا في أرض سوريا. أما تعليق آخر باسم مودي فكتبت: أنا شايف أو شايف أنه في ناس عاوزين نعامل إخواتنا السوريين زي اللاجئين، إحنا شعب واحد ومصيرنا واحد، وهم مش في تركيا ولا ألمانيا عشان يتعاملوا كلاجئين. أما إيهاب فكتب: السوريين مالين الخليج وتركيا، عمرك سمعت حدا قدر يكتب كده؟ تاني يوم هيكونوا مترحلين على بلدهم. أما علي فكتب أيضا: ده دليل على عدم احترام السوريين للأراضي اللي قاوتهم وكانت لا فضل عليهم.